بعد ولادة صعبة أبصرت الحكومة الجديدة النور برئاسة حسان دياب بعد مفاوضات ضلت أكثر من شهر ونص، وضمت تشكيل الحكومة الجديدة 20 حقيبة وزارية من بينهم 6 وزيرات لأول مرة بتاريخ لبنان والوطن العربي. فالوجود النسائي كان الأبرز بهذه الحكومة، خصوصي أنه من بعد ما تفرد لبنان بتعيين أول امرأة عربية بمنصب وزيرة الداخلية بالحكومة السابقة ريا الحسن، فضمت هالمرة الحكومة الجديدة تعيين أول امرأة عربية بمنصب وزيرة الدفاع اللي هي الوزيرة زينة عكر. عكر اللي هي نائبة رئيس الحكومة بالإضافة لكونها وزيرة الدفاع عندها أكثر من 20 سنة من الخبرة العملية والإدارية والبحثية. أما وزيرة المهجرين غادة شريم فهي دكتورة بالأدب الفرنسي. وزيرة العمل لميا يمين هي أستاذة جامعية وعضو مجلس إدارة بشركة خاصة. وزيرة الإعلام منال عبد الصمد كانت بتشغل منصب رئيسة دائرة التشريع والسياسات الضريبية بمديرية الضريبة على القيمة المضافة بوزارة المال. وزيرة الشباب والرياضة فارتيني أوهانيان كانت مديرة مركز تربوي وتأهيلي لذوي الاحتياجات الخاصة. وزيرة العدل ماري كلود نجم هي دكتورة بالقانون الدولي وأستاذة جامعية. كيف قدرين يأسروا هالوزيرات بوجود كنساء بوزاراتهم؟ تطلب وزيرة المهاجرين غادة شريم بحديثة لتلفزيون نشرة من الثوار اللي بتفهمون وبتفهم أوجاعهم ينظروا للحكومة بإيجابية ويعطوها فرصة، وقالت إذا لقونا أنه رجعنا للمناكفات السياسية لحقين ينزلوا على الشارع ويطلبوا برحيلنا. أنا يعني تمنياتي رشا أكون آخر وزيرة مهاجرين. نعم. عرفتي نقدر نسكر الملف بس بضمير مرتاح ونكون عطينا لصاحب حقه. نعم. أنا هذا الهدف الأساسي تبعي أنا، لأنه بنسكر ملف المهاجرين يعني ثاني حطينا وان فينال على الحرب. وقديش وجود شريم اليوم بالحكومة بيتطابق مع مواصفات وشروط وجودها بحكومة اختصاصيين؟ تكنوقراط وزارة المهاجرين ما في اختصاص دقيق لوزارة المهاجرين، عرفتي؟ بس أنا بحكم شغلي بالإدارة وبالجامعة بقدر حدد جدول أعمال وحدد أهداف وسلم أولويات. نعم. والأولوية مثل ما قلت لك هذه هي. نعم. هلأ بدي أوصل له، بدي أجرب أوصل له. النهار اللي بدي أتحارب بالسياسي أنا بعرف كيف بدي رد، بتكونوا أنتوا أول ناس عم تعرفوا. أما بالنسبة لوزيرة العمل لميا يمين فقالت بحديثة لتلفزيون نشرة أنه أهم المواضيع يلي لازم تبلش تشتغل عليها هي معالجة أزمة البطالة وخلق فرص عمل جديدة للشباب اللبناني بالإضافة لتنظيم العمالة الأجنبية. وعن تسمية يمين من قبل طيار المردة، هل اليوم هي من الوزراء يلي عندهم تبعية سياسية؟ أنا صراحة بقول لك إنه أنا اليوم طرح اليوم المرحلة كانت في إنه طلب مع دولة الرئيس دياب إنه مطلوب حكومة اختصاصيين، فأنا اليوم طرح اسمي الوزير سليمان فرنجية على هذا الأساس، وإلا هو عنده بالحزب يعني هني بالتيار عندهم كفاءات يعني، فأنا ماني حزبية يعني. نعم. إنه أنا بالنهاية بنت صغرتها وبنتخب أوكي عندي انتمائي السياسي، ولكن أنا مني حزبية، أنا أستاذة جامعة مهندسة عندي شغلي عندي شركتي، فأنا مني حزبية عرفتي كيف. وأنا برأيي اليوم ضروري يعني بعد ما قعدنا مع هالوزراء كلهم سوا يعني صدقيني أنا برأيي فرصة كبيرة للبنان. الوزيرات اليوم عندهم المهمة الأصعب بظل الظروف الاستثنائية الصعبة يلي عم يمرق فيها لبنان، فقديش قادرين يلعبوا دور الأمهات والأخوات والزوجات الخايفين على مصلحة الشعب اللبناني بوزاراتهم؟ ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.